مساء الخير جميعا. النهاردة إن شاء الله زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت هبتدي سلسلة فيديوهات خاصة بلا برونونسياسيون أو النطق للغة الفرنسية. ابتدينا ببرونونسياسيون 1 اللي هي الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن كيفية نطق الأبجدية الفرنسية الألفابي فرنسي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع برضو مهم في جزء البرونونسياسيون وهي لي فوايل او الحروف المتحركة الفرنسية. يلا بينا. حابة بس قبل ما نبتدي القواعد اللي هنقولها النهاردة ان انوه على كام حاجة كده نتفق عليها مع بعض. بالنسبة للغة الفرنسية هي يأتي صعوبة النطق فيها لوجود ارتقاء او ادغام حرفين ممكن او اكتر، والادغام ده بيدي نوع او بيدي صوت مختلف. هي في حروف كتير فيها مش منطوقة ولكنها مع بعض بتمثل صوت، فده شوية اللي بيدي يعني شكل الصعوبة للنطق في اللغة الفرنسية. حاجة تانية برضو عايزين نتفق عليها مع بعض ان القواعد اللي هنقولها سواء المرة دي او المرة اللي جاية ان شاء الله هي قواعد عامة بصورة عامة، يعني مش لازم تنطبق على جميع الحالات، يعني معناه ان كل قاعدة ليها حالتها الشاذة واللي ممكن ما تنطبقش عليها القاعدة دي نهائيا. فلما هنيجي نحط قاعدة في البرونسياسيون هتبقى قاعدة بصورة عامة. زي ما قلت النهاردة هنتكلم عن جزء من أجزاء السلسلة دي وهو لي فوايل اللي هي الحروف المتحركة الفرنسية. خلينا نشوف هنبتدي بإيه. هنبتدي بلي فوايل أورال، أو لو ترجمناها ترجمة يعني إلى حد ما حرفية هتبقى الحروف المتحركة الشفهية أو الشفوية، وهي بس ينطق عليها هذا الاسم لأنها بتأتي في نطقها أو بنطقها الهواء بيخرج عن طريق الحلق فقط لا غير. لي فويال اورال هما الحروف المحركة اللي احنا عارفينها اللي هما الأ الإي الأو الإيغريك، واللي بتتنطق في الغالب في الكلمة بتبقى تدي صوت الإي والأو والأو. دي اسمها حروف أو لي فويال اورال، ودي حروف بتبقى منفردة لوحدها، يعني هي صوت بتدي الحرف بيدي لوحده بدون ان يلتحق بحرف تاني. طيب قبل ما نسيب لي فوايل اورال حابه بس انوه عن يعني كم حاجه كده. اولا بالذات عن الاو، الاو ليها يمكن في اللغه الفرنسيه حاله خاصه شويه، لان في حالات فيها بتبقى تنطق الاو وفي حالات لا، والموضوع شوية متشعب وفي قواعد كتير خاصة بالـ، ولكن أنا حابة النهاردة أتكلم عن حاجة إلى حد ما يعني جنرال أو عامة خاصة بالـ، وبالذات الـ فينال الـ نهائية النون برونونسي اللي هي الغير منطوقة. بتيجي الـ غير منطوقة إذا جاءت في آخر الكلمة، يعني لو جت في آخر الكلمة بتاعتي وما يجيش وراها ولا يجي عليها او مش محطوطة على الاو اي شكل من اشكال الاكسون. والاكسون ده درس هناخده برضو ان شاء الله في سلسلة اللي برونسياسيون، هنتكلم عليه على حالة منفردة لوحده. المهم الاكسون هي في الفرنساوي اللي هي الاشكال اللي بنشوفها احيانا على بعض الحروف ومن ضمنهم الاو. إذا جاءت الـ بهذا الحال فهي في الغالب بتبقى غير منطوقة، ولكن بتخليني أنطق الكونسون أو الحرف الساكن اللي قبلها. يعني لو هقرا بالفرنساوي à la fin des mots et non accentué، زي مثلا كلمة route يعني طريق، الـ من لم تنطق اللي هي الفينال، ولكن خلتني انطق التي اللي انا سمعتها في الاخر. اخر حرف انا سمعته هو التي. اكزامبل تاني كلمة بارول،
يعني كلمة. برضو الـ إي فينال لم تنطق، و اللي سمعته أو اللي نطقته بس في الآخر هو الـ L. كمان بتبقى يعني واضحة جدا في الـ E في ميناء، اللي هي علامة التأنيث الشائعة أو الغالبة في اللغة الفرنسية، يعني adjective زي grand بمعنى كبير، هو بينتهي بالـ D. الـ D في الشكل الماسكولين، ده الـ adjective في الماسكولين يعني في شكل المذكر بتاعه. دي غير منطوقة ولكنها مكتوبة. لكن لما حطيت الاو فينال اللي هي الاو الغير اللي هي علامة التأنيث ونون برونونسي مش منطوقة، خلتني انطق الدي اللي انا كتبتها بس ما نطقتهاش في الادجكتيف ماسكولين، فبقت في الماسكولين غران، في الفيمينا غراند غراند. تمام. قبل برضو ما نسيب الفويل اوغال، حابة ان احنا نتكلم بسرعة عن الاو. الاو ليها في الغالب طريقين النطق. في الاو فيرمي، الاو اللي هي مقفولة يعني بقطعها مقفولة شوية وبقفل بقي فيها شوية، والاو اوفير، الاو اللي بفتح فيها بقي شوية. تعالوا نشوف الحالة بتاعت الاو فيرمي امتى بنطقها. في الغالب لو جت في آخر الكلمة في الغالب بتبقى أو فهمي، أو لو جاء بعدها صوت ز ز. تعالوا نشوف لي زيكزامبل، الأمثال. إكزامبل مثلا زي نوميرو، نوميرو الأو مقفولة، نوميرو مقفولة، جت أو فينال نهائية فقفلت نطقها شوية. في كمان غوز، غوز الاو جا وراها صوت الز، وهنعرف بعد كده ان شاء الله ليه الاس هنا اتنطقت ز مش اس مش س، ليه ادت صوت الز مش الس. ولكن ده خلى ان الاو اتنطقت مقفوله. بالنسبه للاو اوفير، خلينا نتكلم على ثلاث حالات يعني الى حد ما اساسيين. الاو بتبقى اوفير قبل حرف مضاف، زي مثلا اكزامبل بتاع بام بام. هنلاحظ ان الفرق مثلا ما بين كلمة غوز الاو مقفولة ونطق بام الاو مفتوحة، علشان عندي دوبل ام في الام هنا اتضاعفت. حالة تانية للاو اوفير اللي هي لو جت في الغالب قبل الار، حرف الار او حرف ال. الاكزامبل بتاعنا اكزامبل زي ايكال، الاو واضح انها مفتوحه لان جت قبل ال، و ار الاو برضو مفتوحه شويه عشان جاء قبل الار. الحاله الثالثه لو كانت بدون اكسون، يعني ما فيش اي حاجه فيها شكل من الاشكال اللي احنا هنعرفها بعدين الاكسون فوق الاو، في الغالب بتبقى اوفير، زي مثلا اكزامبل بتاع دكتور دكتور. تمام، احنا كده خلصنا يعني بصفة عامة لفويال أوغال وعرفناهم وعرفنا بعض القواعد الخاصة ببعض الفويال أوغال. هندخل على القسم التاني للفويال في الفرنسي، هما لفويال نازال. كنا اتكلمنا بسرعة